مهما كبر ومهما جلس فسوف يزول، وهو أيضا هيأتي وقت وهو يكون مش موجود. فهذه الفكرة للأسف الفهماء والحكماء لم يعرفوه، وإلا القليل منهم. عشان كده الوحيد اللي كانوا بيصرخوا بيقولوا مبارك الرب مبارك الرب إلى الأبد هم الأطفال حينما دخل المسيح إلى الهيكل، وكان يباركون الله وحاسين أن هذا هو الملك الحقيقي المسيح الذي يملك على قلوبنا. لذلك أحبائي السؤال الذي يطرح نفسه، هل أنت مثل الطفل الذي يفرح بملكه الذي قال مبارك هو اسم الرب إلى الأبد؟ هل نحن نفرح بذلك أم لدينا أشياء أخرى عمال يأخذنا من ربنا، نكون بعيدين من ربنا وننسى الأبدية؟ لذلك اسأل نفسك، الطفل يتميز بثلاثة أشياء مهمة جدا. أول حاجة الثقة في أبيه وأمه، دايما بثق في الكلام اللي بيقوله أبوه وأمه، دايما مؤمن بالكلام اللي بيقوله أبوه وأمه. هل أنت مؤمن بكل الكلام اللي بيقوله يسوع بيقوله لك ربنا؟ لأن أنت ابن، أنت أخذت هذه الامتياز حينما الله قال إني لم أدعكم بعدا عبيدا بل إيه أحباء أو أبناء. لذلك أحبائي هل عندك ثقة في وعود الله ولا لا؟ ولا لما تجي شوية مشاكل وشوية ضيق وشوية آلام تلاقي نفسك أنت طلعت من الطور ومش واثق في يسوع وتقول فين ربنا؟ فخلوا بالكم، عارفين العيل يتميز إن الكلام اللي بيقوله أمه وأبوه خلاص مفيش كلام مفيش مراجعة. فهل عندك هذه الثقة إنك أنت بتثق في ربنا وفي كل اللي بيسمح به ربنا في حياتك ولا لا؟ هو ده الأساس، فهذا يميز الطفل. لأن حقيقة أحبائي الإيمان، بولس الرسول يعرف الإيمان إن هو الثقة في الله والإيقان بأمور لا ترى. يبقى أنا محتاجين أن يكون عندنا هذه الثقة وهذا الإيمان في الله. يمكن ناس كتير جدا بيقولوا من مؤمنين، ولكن في وقت التجربة وقت الضيق ووقت الألم ينسى كل ده ويبتدي يقول كلمات صعبة في ربنا، ويبتدي يقول ربنا بعيد عني، ما إنه ربنا ما بعدش عننا، إحنا اللي بنبعد عنه. فهل عندك هذه الثقة؟ يبقى اقتني هذه الثقة أنك يكون عندك إيمان في ربنا. الحاجة الثانية يتميز به الطفل يا أحبائي هو البساطة في الغفران. يعني العيال النهاردة لو شفتم هم بتشاكلوا مع بعض، بعد شوية هتلاقي تاني بيجي يعمل ايه؟ يلعبوا مع بعض تاني. ليه؟ بينسوا وبيغفروا لبعض. هل انت عندك هذه الملكة انك تغفر للآخر؟ حقيقي أحبائي احنا محتاجين ان احنا نغفر على طول. وحاجة اربط لكم كل الكلام اللي قلته، حاجة اربطكم لكم بكلام موضوع بعد شوية. فإحنا محتاجين أن يكون عندنا هذه البساطة في الغفران. بص اللي شايف نفسه واللي ذاته كبير واللي يزعل في كل حاجة بسيط، ده شخص لسه ما دخلش في المسيحية وماشي بعد المسيح لسه. اللي دايما تلاقيه إن هو في كل كلمة بسيطة تلاقيه زعل وعمل خناقة كبيرة، ومرات بينسى نفسه هو مين. ده شخص مسكين يتعلم من الطفل اللي هم نتشاكلوا دلوقتي وبعد شوية ايه يتصالحوا ويلعبوا تاني. خليك عندك هذه الملكة. بالمناسبة الله رفض المشاعر الحريرية. عارفين الحرير اي ريح يعمل ايه؟ حركه، مش كده؟ فالله رفض هذه المشاعر في المسيحية. مش عايزك تكون مشاعرك حريري، كل كلمة توديك وكل كلمة يزعله وكل كلمة، لان ده مرتبط بالذات بالأنا بالكبرياء الموجود. عشان كده اللي دايما يملك الغفران ويغفر على طول كويس، ده هو الشخص اللي بكرة بعد بكرة يكون في السماء حقيقة. لأن خلوا بالكم بدون الغفران
مش ممكن تدخل السماء. عشان كده شوفوا، عشان تشوفوا أهمية الغفران ومسامحة الأخ، ربنا قال لا يغرب الشمس على إيه؟ على غيظكم. وفي حتة تانية يقول كلمة في قمة الروعة، يجي يقول إيه؟ إن كان لأخيك شيئا كويس، ومشيت عشان تقدم القربان، اترك قربانك المذبح واذهب أولا واصطلح ما بين ما أخيك، حينئذ تعال وقدم قربانك. بشوفوا يعني الغفران ده يعني فضيلة من الفضائل المفروض كل مسيحي يقتنيه، ويكون الموضوع مش صعب. وغفران عن حب، غفران عن أنا عايز أغفر، مسيحنا غفر وعمل حاجات كتير، فإحنا محتاجين هذا النوع لنتعلم من المسيح. وده سمة الأطفال يا أحبائي. السمة التالية للأطفال البساطة، لقيه بسيط في كل حاجة. إحنا محتاجين نقعد في هذا العالم وإحنا بسطة، حتى لو نملك كل شيء، ولكن محتاجين أن نكون بسطة. لي لنا يوم باكر لا نعرف إحنا هنكون فيه، يوم باكر ممكن في أي وقت يعني تترك هذا العالم، بس تسأل نفسك سؤال ماذا بعد. لكن العيش عدم البساطة هنا في هذا العالم، التمسك بالعالميات والتشبث بهذا العالم عمال يجرك، وانت مش قادر بكرة تكون بسيط. عشان كده برغم ما تملك عيش بسيط. وده نتعلمه من المسيح، الله هو خالق كل شيء، خالق الذهب والماس، خالق كل حد، ولكن حينما أتى إلى أرضنا أتى بسيطا، مولود في مزود للبقر. يقول إن للصعالب أوجار كويس، للطيور أوكار، أما ابن الإنسان فليس له مكان أين يسند رأسه. طيب يا رب أنت مالك كل الدنيا، عايز أتعلم البساطة. فعيشة البساطة بكرة يخليك يكون في السماء. ده الجزئية الأولى من الإنجيل. الجزئية الثانية كلم عن موضوع جميل جدا، أن في واحد سأل إزاي أرس السماء. بمناسبة السماء ده ربنا حصره حاجتين بس، حب الرب إلهك وحب قريبك نفسك، ده تكمل الناموس لم بيأكل. بص حبان، اللي يعرف يحب ربنا هيحب نفسه صح ويحب الآخرين صح، اللي ما يعرفش يحب ربنا هيحب نفسه غلط ويحب الآخرين إيه غلط. والكتاب قال كده، الرجل الغني كان بيحب نفسه، مش غلط انك انت تحب نفسك، بس حب نفسك وادئن محبتك للمسيح. حب نفسك من خلال وصية المسيح. عشان كده شوفوا الرجل الغني ربنا اكسب كورته، وكورته اكسب اخر، وهدم كل المخازن القديمة وبنى مخازن كبيرة، ولكن للأسف هو بس عمل حاجة غلط. قال إيه؟ بدل ما يشكر ربنا قال اشربي كلي واشربي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوع لسنين عديد. ربنا قال له إيه؟ يا غبي، في هذه الليلة تؤخذ منك نفسك. عشان كده خلي بالك وانت موجود، خد دايما محبة ربنا هو الأساس في كل تعاملاتك، تعاملاتك مع الناس، محبتك لنفسك، محبتك للآخرين، وانت في الخدمة وانت في البيت، تعاملك في الشغل، كل حاجة بتخد الترموميتر بتاعك هو مدى محبتك لله. اللي مش عايزه ربنا ما هنعمله ليه، لان انا بحبه. شفت؟ خلي بالك اللي عايز ربنا هو اللي يمشي. اي حاجة هيخلين انا اعكس حاجة غير كده يبقى ما عملوش ليه، لان انا بحب ربنا. عشان كده ربنا قال حب رب إلهك في الاول وحب قريبك نفسك. هدهاك مثل، هدها في مثل بسيط. انتوا عارفين الناس اللي وحشين والبعيدين عن يسوع هم بيحبوا بعض؟ طب خلينا اقول تاني، الشياطين بيحبوا بعض قوي، ما بيختلفوش نهاية، ولازم نكون احنا مختلفين. فتخلي بالك يعني لما انت تلاقي مسيحيين مختلفين ومش بيحبوا بعض،
مش كده؟ ما انا ما بحبوش ربنا. والوصية كان واضح: بهذا يعرفونكم انكم تلاميذي ان كان لكم حب نحو بعضكم ايه البعض. ده اللي يميزنا. عشان كده حياة الكنيسة الاولى كان يقول كل شيء كان بيناتهم مشتركة. ليه؟ كانوا بيحبوا بعض قوي. الغني يجيب للفقير. دلوقتي بص، لو في حد جارك امبارح ما اكلش وانت عمال تاكل وفي باقي من عندك، انت مش عارف جارك ما اكلش امبارح، مش كده؟ يعني وصلنا لمستوى صح. محتاجين نحب ربنا حلاوة عشان نحب الاخرين. بص، الناس اللي مش كويسين بيحبوا بعض برضه. يعني لما الواحد يقول لك تعال النهارده نمشي نشرب لنا حجر شيشه وانا الحدفة، هو بحبه، بس بحبه ايه؟ بحبه غلط. صح، بحبه بس بحبه غلط. ليه؟ لانه ما عندوش محبه ربنا. لو عنده محبه ربنا هيعرف ان الشيشه غلط، هيعرف ان لو هو ودى اخوه يشرب الشيشه هيظلمه وهيتعبه وهيجيب له مشاكل كتيره. فافضل ان انا احب ربنا واقول لاخويا تعال نمشي الكنيسه، تعال نمشي التسبيحه، تعال نمشي الاجتماع، تعال نمشي العظة، تعال نمشي نحضر تمجيد. ده اللي وصلنا للسماء. والاساس ده كله احنا بنحب بعض ليه؟ عشان احنا كلنا عايزين نكون بكره فين؟ هو ده عايزين كلنا. طالما انت طلعت من جرن المعموديه انت مش طلعت ابن ابوك ثاني. يعني ما تقولش انا ابن مينا ولا انا ابن ابنوب ولا انا ابن سامي. انت طلعت من جرن المعموديه، انت بقيت ابن الله، فبالتالي نحن كلنا اخوة في الله، فبالتالي نفتخر بالبنوة السمائية مش البنوة الارضية. عشان كده انا عايزين كلنا، طالما احنا اخوة عايزين كلنا نكون في السماء. وعشان نكون كلنا في السماء لازم نحب بعض ونخاف على بعض ونكلم بعض، عشان احنا بكرة بعد بكرة نكون موجودين فين. هو ده. اوعى بتنخدع. الراجل ده سأل ايه؟ سأل ربنا قال له ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية؟ قال له حب الرب رحمك. بعد شوية قال له حفظ طحا منذ حداثتي. قام قال له التنفيذ للوصية حب الرب الهك عمليا. قال له لو انت عايز تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك واعطي للفقراء وتعالي. فيقول لك الكتاب خرج هذا الغني حزينا مرتبط بالارض. فانت لو عايز الحياه العمليه انك فعلا تساعد الاخر وتكون مع الاخر كده، بعد بكره تكون موجود في السماء. اسف ان انا اخرتكم. ربنا ادينا بركه، ادينا معونه عشان بكره بعد بكره نكون في السماء، نحب بعضنا صح، ودائما نتشبه بالاطفال. لإلهنا المشرق الكرامه من الان والابد، امين. Christos em choice fire ere bere pina nembe fionten agathos ne Sentino nem sha ene jefes karote jefiot nem chirine bi ebne ma eto evetit le Sophia Sobros Homin, Kriela Ison, K.
كريالي سنخن أم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ساول الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس والبنطي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسكون الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامتنا أموات وحياة الدار الآتي أخطيت يا أبائي وأخوتي سامحوني وصلوا من أجل استيمت أن يكون في الحال المذكور שלילי פלוגית איבי ברוס אפשיסטו סיטי אירי נבאסי الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله لقلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موبد غير المات السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا 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 على هذا الرأس قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفعة والدة الإله القديسة ماريا يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا
قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الكائن قبل الدور والمالك الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت بي كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجدي المسجود له من جامع القوات مقدّس. أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشرق الشربيم الممتلئون عيونا والسرافين ذو ستة الأجنحة يسبحونك دائما بخير سكوت قائل
قدسك الشاروبيم يسجدون لك والسرى يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك حقيقتي أيها الرب إلهنا الذي جملنا وخلقنا وضعنا في فردوس النائم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النائم لم تتركنا عنك إلى الإنقاذ بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمات وزلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس طاهر الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا
بروحك القدس. هذا الذي حب خاصة الذين في العالم سلم نفسه فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسوكين به مبعينا من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجادلة. هذا الذي يزهر فيه ليدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كما العظيم الذي لتقوى لنا في موارز من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم نؤمن الطيرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطباويتين المحيات نؤمن الناس هو بالحقيقة آمين ونزرت إلى فوق
نعوذ ملك الله كل احد وشاكر. Amen.
كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون منه تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماء وجلوس اليمينك أيها الآب وزور السان الآت المخوف المملوء ماجدا نقرب لقربينك من الذي لك لكل حال من أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نبارك من يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم قريتيني بشاتر بالنيب اتشئ سواب انطاك ايو طوب انتن نفسي شي نمن صوما نمن نبني
وسوما إن أوت نم وابن وما إن أوت إن تنجي من أميروس نم أكليروس نم نب نم نس وابتيرو إتبرنا كيس جنب إيه إني عريف ببشويس إن تهرين إن تتكوى ما بتسواب إن كنسو لكي نبستو لكي إن إكليس إيان إبروس أفكس أستيبتي سيرينيس تيس أغيس مونيس كسوليكس كاوستوليكس أرسو زوكسو توسيو أك إكليس إيان نتا لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وجميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها ولا نذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم رئيس الاساقف بطريرك نبط ودروس الثاني وشريكهم في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دانيا من أجل رئيس كهنتنا الباب الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دانيال وسائر أساقفتنا الأرزوزوكسيين يا رب رحم والذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة إن بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامس هو الأرقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة من أجل أبانا القمامس وأبانا الكسوس وأخواتنا الشمامسة والإرجياقونين وسبعة غماط كنيسة إلا رب كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا ما ارحمنا يا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة رب ساكنين فيها بمن الله تفضل يا رب ميانا في هذه السنة باركها اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلى هنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اسعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض يرى حرصال تكسر أسمارها أعدها لزرع الحصاد
دبر حياتنا كما يليق، بارك إجلسنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عينك تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا يا رب حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا. Marcos be apostolos
نبي بطريرش السفيروس نبي نساديوس كوروس نبي أغوس أناسيوس بابوس طوليكوس نبي أغيوس بيتروس يرو مارتيروس Arshi eres Nembi agos Ioannis bechoros tozomus Nembi agos eodosius Nembi agos sophilos Nembi agos dimitrius Nembi agios Kyrillos, Nembi agios Basilius, Nembi agios Gorgorios Besialogos, Nembi agios Gorgorios Besakma Taragos, Nembi Shemtashmetash monsia to Hinikia Nembe Sevesta Constantinos Nemopolis Nempias Navish Ente Ephesus Nembinontin Zikios Binishti Avantunios Bearishi Choros Munechus Nembes mi ava pavli be matui eno wai ena choritis Nembi shomtes web ava makeri Nem no shiro tiro ene stavrovoros Nembiniot ava Ioannis Bokhomenos Nembiniot ava Bishoi Biesmerintilios Bimaderit Etepen Sotirin Agados Nembiniot ava Pavli Beremtamu Nemizikil Bevomasitis Nem na choice son wabeno Romeos Maximus Nem Dometius Nem Epsis ni Martyrus ni Chiloi Entishi Nem Bigoris web Nem Ioannis Kabe Beveres Vitirus Nem Beniot Ava Daniel Bogumenos Nem Beniot Ava Sinziros Beveres Vitirus Nem Beniot Ava Bacom Faticolonia Nem Seodorus Bevo Marcides
نمبريوتاً فشنوتي بعرش منادريتيس نما فافيسا بغماسيتس نما بخورستير انتن سواب انت هؤلاء الذين بسؤالات وطلبات حمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا بطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا أسماهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنيوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء اذكر يا رب ذكر سنوي اليوم جمال مراد حنا زاخر زكي سلامة اسكندر عبد السيد برلنتي مرقص بطرس ذكرى ثانوية اليوم صبح رزق خليل سامية فوزي صلاح فوزي اسكندر رزق خليل رزق نادي رزق أسامة فوزي جلال فوزي ذكرى سنوية الثانية اليوم ماهر عزم مرقص تفضل يا رب انفوسهم جميعا فاحضرنا بين القديس ابراهيم ويسحاق ويعقوب في موضع خوض رفضل سناي موضع الذي عرب من الكعبة وتنوت في نور قديسي يا رب تنعوخن ببرادسوس انت بونو خنات خورا تنيت ونخي
شايخ يرسلي انت دفي خن بما تيم انونزي انخنيت ونري من قويلي ام باي ماي اريهمو خن بقنا ترهموتن يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بارك والسلام الكل أبو ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا فوق ونقضي باسمك القدوس وأيضا فناسا أن يجعلنا مستحقين للشركة وإسعاد أسرار الإلهية غير الميتة Yeah.
حسين اطبنا وما آتي صوت لنسبح الله تسبيها جديدا ولنبشر بخلاص كل الأيام ولنمجده كل حين لأنه هو إلهنا ونحن شعبه وغنام رعيتي تحننا علينا وجددنا وعصدنا من العمق إلى النور وأعطانا الحياة من الموت ونما علينا بالعتق من العبودية وجعل ظلمة الظلال التي فينا تضيء من قبل إتيان ابنه الوحيد الجنس كريان إنسان كريان إنسان يا رب ارحم فإنه جاء إلى الناصرة ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه إن الروح الرب عليا لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمزبيين بالعتق وللعميان بالبصر ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وكرزاء بسنة الرب مقبولا كريان إنسان كريان إنسان يا رب ارحم ونصدق يا سيدنا ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع آبائنا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح ونالوا الأكاليل نورانيا كريان إنسان يا رب
هكذا نحن أيضا الخطاء الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر بارئ إذن هذه السنة بصلاح وطهرنا من كل دنس الجسد والروح واجعلنا مستلقين لنا لا من خيرات غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا أرواحنا لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة نكسر بالدال بغير خوف نطلب نهوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا آبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن بخريستو مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين آمين أديو
que me alicinon eso es Christos oyoto Theos en mo. أن هذا هو الجسد المحي الذي خزى نقد ربنا ولنا مخلصنا أسوأ المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الأطراف الحسن من بيلاطس البنت وسلم نفسه على خشبة الصليب إرادة وحده أن كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت رأسة واحدة ولا طرفة عين يتعنى خلاصا وغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين كل آمين آمين آمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم Donc sans ce qui